في مسعى لتوطيد العلاقات الأمريكية الفلسطينية، تبحث الإدارة الأمريكية سبل الإصلاح بين الجانبين عقب الهشاشة التي اعترضت طريقها في عهد الرئيس السابق ترامب، والتي تمثلت بقطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة وإغلاق القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وخلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد على ضرورة الإصلاح داخل السلطة في خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. فيما شدد محمود عباس من جانبه على ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين والكف عن طرد السكان الفلسطينيين من القدس، بالإضافة إلى وقف عمليات التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين وفرض الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد تطرق بالحديث مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد إلى العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية وضرورة التزام إدارة بايدن بأمن إسرائيل. في سياق آخر، أقصى الجيش الإسرائيلي الاثنين ضابطين له على خلفية مقتل مسن فلسطيني في يناير الفائت، وصفاً الحادثة بالخطأ الأخلاقي وسوء اتخاذ القرار. متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس علق على الحادثة بأن السفارة حزينة للغاية وتؤيد إجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادثة، فيما دعت قيادات فلسطينية إلى محاكمة الجنود المتورطين في محكمة دولية. وقتل عمر عبد المجيد أسعد 78 عاماً وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، عقب اعتقاله من قبل قوات إسرائيلية في منطقة جلجلية بالضفة الغربية.